السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. الكل يعلم أن كتب التلوين هي أكثر الكتب تحقيقا للمبيعات في أمازون كيديبي، وذلك لكثرة الطلب على هذه النوعية من الكتب. ولكن المشكل الذي يواجهنا جميعا هو أن الحصول على صور فارغة جاهزة للتحميل يكون صعب، خصوصا أن تصميمها كذلك من الصفر يكون صعبا جدا. لكن لا عليكم إخواني، ما دمتم أوفياء لهذه القناة فانتظروا منا دائما هدايا وبرامج ومواقع مجانية ستساعدكم في هذا المجال إن شاء الله. إذن اليوم إن شاء الله سأشارك معكم أكثر من 131 صورة ومحتوى جاهز للتحميل والتعديل عليه فقط بضغطة زر واحدة، وسأريكم كذلك طريقة التحميل والاستفادة من هذا المحتوى والتعديل عليه حتى لا نواجه أي مشكلة مستقبلا. لكن قبل البداية إخواني، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال حتى تعم الفائدة. فبالنسبة لهذا الموقع سوف أترك لكم في وصف هذا الفيديو الرابط الخاص بهذا الموقع الرائع. ما عليكم سوى الدخول إلى الرابط، سوف تظهر لكم واجهة بهذا الشكل. لاحظوا معي إخواني، 131 Free Low Content Book and Coloring Book Interior Template for Amazon KDP. يعني هناك العديد من الصور الخاصة بالكولورين بوك وكذلك المحتويات الداخلية الخاصة بالنوت بوك مثلا. إذا لاحظوا معي إخواني هنا في الوصف، فكما تلاحظون هنا إخواني لدينا العديد من المحتويات جاهزة ويمكنك التعديل عليها. والجميل في هذا كله هو أن هذا الموقع يمنحنا كذلك الليسانس الخاص بهذه المحتويات في حالة ما واجهتم أي مشكلة في أمازون حول الليسانس الخاصة بهذا المحتوى. فما عليكم سوى التواصل مع هذا الموقع وسوف يمنحكم الليسانس الخاص بتحميل هذه المحتويات، وهذه نقطة جيدة وجميلة جدا إخواني. وكما تلاحظون هنا إخواني، فهنا الصيغ التي يقدمها لنا الموقع، فهنا صيغ PDF، PNG، كذلك الصيغ الخاصة بالإلستراتور والصيغ الخاصة بالفوتوشوب والبويربوينت والعديد من الصيغ الأخرى التي سوف تساعدنا في التعديل على هذه المحتويات. وحتى بالنسبة للتقييم، فهناك العديد من الأشخاص قاموا بوضع تقييم جيد لهذا المحتوى، وبالتالي فهو محتوى جيد. إذن نقوم بالذهاب هنا لتحميل المحتوى، نقوم بإدخال صفر، ثم بعدها هنا جو فو سا، ثم هنا نقوم بإدخال الإيميل الخاص بنا أو أي إيميل آخر، يمكنكم استخدام أي إيميل كيفما كان، ثم أوبتونير، ومن هنا نقوم بتحميل المحتوى دونالد نو. إذن هذا هو المحتوى الخاص بنا، لاحظوا 176 ميجا، وبالتالي فهو ملف كبير شيئا ما، لذلك سننتظر قليلا. إذن هذا هو الملف الذي قمنا بتحميله، نقوم بفك الضغط عليه. إذن هنا أقوم بالدخول إلى الملف. لدينا هنا مجموعة من الأغلفة التي يمكننا الاستفادة منها، كما تلاحظون هنا لدينا الصيغ الخاصة بها إن كنتم تشتغلون على الفوتوشوب أو الإلستراتور. إذن عند الضغط ضغطتان على أي غلاف سوف يقوم البرنامج إلستراتور بفتح الصورة. وهنا يمكنكم التعديل بإزالة أو إضافة أي عنصر غير مرغوب فيه في هذه الصورة انطلاقا من الكلاك الخاصة به هنا كما تظهر أمامكم إخواني. إذن هذا بالنسبة لإلستراتور، ثم أقوم بالعودة كذلك،
نفس الشيء بالنسبة للفوتوشوب. هنا عند الضغط ضغطتان، كذلك هنا يظهر لي الغلاف، اضغط ضغطتان على أي عنصر غير مرغوب فيه، وهنا يمكنكم إزالته عن طريق هذه الكلاك الخاصة به هنا كما تشاهدون إخواني. إذن هذا هو الجميل في هذه الصيغ التي يقدمها لنا البرنامج. وهنا كذلك PDF، إذن هنا جاهزة للتحميل المباشر، لكن لا أنصحكم إخواني بتحميلها مباشرة، لابد أن تقوموا بالتعديل عليها قليلا. وهنا بصيغة PNG، يعني بالصيغة العادية. إذن هذا فيما يخص الأغلفة التي قدم لنا الموقع. ثم أتي إلى هذا الملف الثاني Source File، ثم لدينا هنا العديد من الصيغ، أختار مثلا PNG، كل هذه الصور الخاصة بكولورين بوك يمكنكم تحميلها ورفعها في الكتب الخاصة بكم، ويمكنكم كذلك إضافة أو إزالة أي عنصر غير مرغوب فيه إخواني. إذن هنا كما تشاهدون العديد من الصور، وهنا ندخل إلى الباوربوينت لنشاهد الملف المقدم كذلك. إذا لاحظوا مع إخواني هنا كذلك ملف متكامل، هنا فيه العديد من الصور، تقريبا 50 صورة جاهزة للتحميل المباشر، لكن كما أقول دائما لابد من التعديل. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون كيف يقومون بالتعديل على الصور، فيكفيكم إخواني مثلا هذه الصورة أمامكم أن تقوموا بإزالة هذه الحيوانات مثلا، وإضافة حيوانات أخرى إما من صور أخرى، أو يمكنكم كذلك الإتيان بها من برامج أخرى كبيكساباي أو فيكتيزي أو فريبيك أو أي موقع آخر يمنحنا هذه النوعية من الصور الخاصة بالتلوين وإضافتها إلى الصورة مع الاحتفاظ بنفس الخلفية. ومبروك عليكم إخواني. إذا لدينا هنا 50 صورة والعديد من الصيغ التي تمكنكم من التعديل عليها. ثم أقوم بالعودة هنا وأدخل إلى هذا الملف PDF. إذا ها هي الصور محملة بالكامل على صيغة PDF كذلك هنا. إذا إخواني هذا هو المحتوى الذي أحببت أن أشاركه معكم مجانا دون أي مقابل. فقط ما يحفزنا إخواني هو التفاعل الذي تتفاعلون به مع الفيديوهات ومع القناة، وكذلك كمية المحبة التي أشاهدها في التعليقات الخاصة بكم. شكرا لكم إخواني من القلب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن أعجبكم الفيديو كالعادة لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.